السلام عليكم، أنا الأستاذة نجلاء الفضل، أستاذة مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي بمديرية إقليم رحابنا. سنقدم درسا في مكون النصوص الأدبية بعنوان التضامن لتلاميذ السنة الأولى علوم تجريبية. سنبدأ أولا بتحديد مكون النصوص الأدبية. إذن عنوان الدرس سيكون هو التضامن. ولتحديد مفهوم التضامن سنطرح مجموعة أسئلة سنحاول أن نجيب عليها. أولا، ما هو التضامن؟ ما هو التضامن؟ لماذا التضامن؟ يعني ما هي أهداف التضامن؟ ثم ما هي أشكال التضامن؟ أشكال التضامن. طيب، إذا سنحاول أن ننتقل إلى العنوان. إذا التضامن، لنحدد معنى التضامن. إذا ما هو التضامن؟ أو ما مفهوم التضامن؟ طيب، إذا نظرنا إلى التضامن فإنه على صيغة تفاعل، وهي صيغة تفيد المشاركة. المشاركة بمعنى أن مفهوم التضامن فهو فعل يتطلب مشاركة بين شخصين أو أكثر. وبالنظر إلى التضامن يمكن أن نستخلص منه كلمات أخرى ستفيدنا في تحديد مفهوم التضامن، وهو تضام الشيئان إذا تلاحما وتداخلا مع بعضهما البعض وتداخلا. ومن التضامن أيضا يمكن أن نستخلص فعل آخر الذي هو ضم بمعنى جمع، بمعنى شامل، بمعنى شاملة. ويمكن أن نستخلص أيضا فعلا آخر وهو ضمن. إذا ضمن الشيء إذا أكده، إذا ضمن إذا أكد وإذا أوجده فعلا. طيب، إذا انطلقنا من هذه الصيغ تضام ضم ضمن، يسهل علينا أن نحدد مفهوم التضامن. إذا التضامن هو تماسك وتلاحم وجمع بين أفراد المجتمع الواحد. إذا هذا هو التضامن. إذا التضامن تلاحم وتشارك واجتماع بين أفراد المجتمع الواحد. نطرح السؤال، لماذا هذا التضامن؟ لماذا هذا التشارك؟ لماذا هذا الاجتماع؟ لماذا هذا التلاحم بين أفراد المجتمع؟ لنجيب عن السؤال الثاني الذي هو لماذا التضامن؟ لماذا التضامن؟ لماذا يتضامن الناس فيما بينهم؟ لماذا يجتمع الناس فيما بينهم؟ إذن يجب أن نستحضر الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: وإنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن فهذه الآية تؤكد على ضرورة التضامن وضرورة التعاون بين أفراد المجتمع الواحد وبين الناس أجمعين على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف دياناتهم. فالإنسان بحاجة إلى أخيه الإنسان، يساعده ويمده بالدعم في حياته وقضاء مصالحه. فأنت لا يمكنك أن تكون مثلا طبيبا ومهندسا ومحاميا في نفس الوقت. فإذا كنت طبيبا فإنك
تحتاج في قضاء حوائجك إلى مهندس، والمهندس يحتاج إلى طبيب، والطبيب يحتاج إلى محام، فبالتالي نحن نحتاج إلى بعضنا البعض، وعلينا أن نتعاون فيما بيننا من أجل أن نواجه الحياة بكل صعابها وبكل مشكلاتها. إذن التضامن هو قيمة من القيم الإنسانية التي حثت عليها الديانات الإسلامية. إذن التضامن قيمة إنسانية دعت إليها الديانات السماوية جمعاء السماوية ورسختها الاتفاقات البشرية في إطار معاهدات تحرص على ضمان العيش الكريم لجميع أفراد المعمور، لجميع الناس. إذن التضامن قيمة إنسانية عالية دعت إليها كل الديانات، ودعت إليها كل الاتفاقات العالمية بما فيها يعني المؤسسات والمنظمات الدولية التي دعت إلى أن تتضافر مجهودات الإنسان في مختلف بقاع العالم وبين الدول من أجل الوقوف في وجه الكوارث الطبيعية، في وجه كل صعاب الحياة بمختلف أنواعها. طيب، نحاول أن نجيب على السؤال: ما هي أشكال التضامن؟ ما هي أشكال التضامن؟ إذن فللتضامن أشكال عديدة، فهناك التضامن بين فرد وفرد، وهناك التضامن بين دولة ودولة، بين أمة وأمة. إذن فإن سياقات التضامن وموجبات التضامن عديدة ومتعددة، نطرح بعضها. مثلا التعاون بين فرد وآخر، أو التعاون بمعنى التضامن بين الأفراد، بين الأفراد. إذن أنت بحاجة إلى أن يساعدك الآخر في مجموعة من الأعمال، في مجموعة من المهمات التي يصعب عليك القيام بها بمفردك. فبالنسبة للإنسان مثلا المعاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيستعصي عليه القيام ببعض المهام، فيحتاج إلى فرد آخر، إلى شخص آخر يساعده، كالضرير مثلا في عبور الشارع، كالعجوز إذا كان يحمل أثقالا يحتاج إلى من يساعده في حمل تلك الأثقال. فبالتالي التضامن بين الأفراد ضروري وتوجبه طبيعة الحياة التي نعيشها. الأطفال الصغار أيضا يحتاجون إلى مساعدة الكبار، أن يساعد إنسان بالغ طفلا صغيرا في بعض أمور حياته، مثلا كأن ينتطي دراجته أو كأن يمتطى حافلة. فنحتاج إلى هذا النوع من التعاون بين الأفراد، ليس فقط بين الأفراد من نفس البلد أو أفراد من نفس الدين. فالتعاون والتضامن ضرورة حتى بالنسبة للأجانب الذين يزورون مثلا بلادنا، علينا أن نعاونهم وأن نتعاون معهم وأن نتضامن معهم في أن يمضوا فترات تجوال أو سياحة بمأمن وفي أمان. هناك تضامن أيضا بين الدول في وقت الكوارث الطبيعية مثلا. الكوارث الطبيعية، فإن الدول فيما بينها تتضامن ويعاون بعضها بعضا في حالات الكوارث الطبيعية، الزلازل، الإعصارات، في بعض الحالات مثل مرض كورونا مثلا، فالدول تساعد بعضها بعضا وتعاون بعضها بعضا وتمد بعضها بعضا بمستلزمات الخروج من تلك الكوارث الطبيعية. وأنواع المساعدات أو التضامن يأخذ أشكالا
متعددة، فهناك يعني على مستوى الموارد البشرية كأن تقدم دولة أو تسند دولة أخرى متضررة بالموارد البشرية ذات الكفاءة. فمثلا قد تحتاج بعض البلدان إلى أطباء متخصصين للوقوف في وجه أوبئة أو أمراض مستعصية أو انتشارها يكون سريعا. أيضا يمكن أن تساعد دولة أخرى دولة بموارد لوجستيكية كآلات، كمواد، كأدوية، كأفرشة، كأغطية. فهذا يدخل أيضا في باب التضامن بين الدول فيما بينها بسبب الكوارث الطبيعية. وأيضا يمكن أن تقدم لها دعما ماليا، أيضا هو الآخر يدخل في إطار التضامن والتعاون. إذا أشكال التضامن والتعاون متعددة ومتنوعة بحسب الحاجة، فقد نحتاج إلى ما هو مادي وقد نحتاج إلى دعم معنوي. فبمجرد أن تعلن دولة بأنها تتضامن وأنها تتعاطف مع دولة أخرى تعيش مرحلة صعبة، فهذا يعد في حد ذاته تضامنا. فالتضامن إما أن يكون معنويا أو أن يكون ماديا، وقد يكونان معا في نفس الوقت، فهذا يزيد من الرابطة وأواصر المحبة بين بلدان العالم. فالتضامن يخلق محبة وودا، وبالتالي بفضله ينتشر السلم والسلام وتنتهي الحروب والأضغان بين المجتمعات الإنسانية بشكل عام. طيب ننتقل الآن إلى التعرف على بعض مقتضيات التضامن أو أنواع التضامن. إذن ما هي أنواع التضامن؟ ما هي أنواع التضامن؟ إذن التضامن أنواع متعددة، منها التضامن المعنوي كما قلنا، هناك التضامن المادي، وهما نوعان أساسيان، ثم هناك التضامن الفردي، هناك التضامن الجماعي، وهي كلها تهدف أو تحقق غاية وحيدة، وهي العيش بأمان وسلام. إذا للتضامن غاية سامية، بها يمكن أن نحيا بأمان. وكما قلت، فإن التضامن يخلق أواصر المحبة والمودة بين الأشخاص وبين المجتمعات وبين الأمم وبين أفراد البشرية جمعاء. نحاول أن نوضح الآن المعاني التي يمكن أن تسيء إلى التضامن، أو ما هي الشروط التي يتحقق بها التضامن على وجه الأكمل. إذا ما هي شروط التضامن؟ شروط التضامن. طيب التضامن يجب أن يكون تلقائيا. إذا الشرط الأول هو التلقائية والعفوية، وأن تحس بأنك تقدم خدمة لأخيك الإنسان بغض النظر عن انتمائه، بغض النظر عن ما يمكنك أن تجنيه من ربح من خلال تضامنك. إذا العفوية والتلقائية والدافع الإنساني الذي يدفعك إلى أن تبذل مجهودا بإزاء أخيك الإنسان. إذا هنا العفوية والتلقائية، ثم أن تدرك أن عملك هذا سيكون عملا نافعا. إذا لم تدرك أن عملك هذا لن ينتفع به الإنسان الذي تساعده أو تقدم له دعما، فلا حاجة لوقوفك بجانب هذا الإنسان. إذا عليك أن يكون عملك أو الخدمة التي سوف تقدمها هذا الشخص في إطار التضامن والتعاون يجب أن تكون نافعة، وتحرز نوعا من النفعية اتجاه هذا الإنسان. إذا التعاون يتطلب النفعية،
ويكون دائما إيجابيا. إذا مفهوم الإيجابية، إن كنت ستساعده بشكل إيجابي ينتفع من الخدمة التي سوف تقدمها له، فذاك هو التضامن. التضامن هو ضد السلبية، لا تقف إلى جانب إنسان دون أن تدرك ودون أن تتأكد أنك ستساعده وسينتفع من مساعدتك. مثلا إذا وجدت إنسانا مغمى عليه في على الأرض مثلا، فإن لم تكن عالما وعارفا بالإسعافات الأولية التي يمكن أن تقدمها للإنسان، فلا تتجرأ ولا يعني على تقديم خدمة. إذا يجب أن يكون تعاونك وتضامنك فيه منفعة. إذا المنفعة، وفي المقابل لا تنتظر منفعة، لا تنتظر مقابلا. إذا قدمت خدمة فلا تنتظر مقابلا، هذا هو شرط آخر من شروط التعاون والتضامن، باعتبار أن الخدمة أو العون الذي ستقدمه للآخر فلا يجب أن يكون مشروطا بمقابل، فأنت لا تنتظر مقابلا، وإنما هو فعل تلقائي من منطلق التعاطف والرغبة الأكيدة والخالصة والصافية في مساعدة الآخر. إذا هنا، إذا عدم انتظار المقابل، إذا عدم انتظار المقابل. إذا التضامن له شروط يجب أن تتوفر فيه، أساسها كما قلت العفوية والتلقائية والمنفعة للآخر، ثم عدم انتظار المقابل. فإذا كان التضامن بين الأفراد داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات الإنسانية، فأكيد سوف ينتفع بعضنا ببعض من بعض، وسوف نحاول تجاوز كثير من المشاكل كما هو الحال اليوم في العالم. فإننا كلنا معنيون بمرض كورونا، وبالتالي علينا أن نتضامن وأن نعاون بعضنا بعضا من أجل القضاء على هذا الوباء، وبالتالي ضمان سلامة الأفراد والمجتمعات الإنسانية ككل، بغض النظر عن الدين وعن اللون وعن الجنس وعن العرق. فالتضامن قيمة إنسانية كبرى، علينا أن نجعلها سلوكا يوميا وسلوكا يميزنا كبشر. الغاية من وجودنا هو أن نتعارف وأن نتحاب وأن نتواد من أجل أن يعني يشيع السلام بيننا. هذه هي أهم الأفكار التي يمكن أن نقدمها حول التضامن، وأدعوكم أعزائي التلاميذ إلى قراءة النص في صفحة 125 من الكتاب المدرسي الذي يقدم معلومات مهمة حول مفهوم التضامن، وشكرا على حسن الانتباه.